انا برضو اخدت الموضوع ان انا كنت بخش النادي قافل بقي واخلص تمرين واروح، ده ضرني. كابتن مدحت عبادي قال لك ايه؟ كابتن مدحت عبادي قال لي ما تسيبك بقى من الجو دوت، ما تفكرش ان انت جاي تقعد دونجا وراء السيسي وتهدر الراحه على نفسك كده في التمرين. فقلت له حاضر يا كابتن، حتى ما انا عيطت. وبالنسبه في كان في حاجه برضو الانطباع اللي بيتكلموا عليه بتاع السوشيال ميديا، وان دلوقتي لما حد، انا لسه جاي تليفون قبل ما اجي لك حالا، حد كان واقف مع مستر جوميز النهارده بعد التمرين، جوزي جوميز بيقول له السيد الغديري، الله السيد الغديري ده لعيب كويس جدا، لكن بيقولوا ان هو بتاع السوشيال ميديا فهم مش عايزينه. طب انا بتاع السوشيال ميديا وانا مقدم برامج يا كابتن؟ انا مش مقدم برامج، ولا انا بطلع لايفات، ولا اطلع اقول كبسه وشيره، انا ماليش في الكلام ده كله. طب صور يعني صور، انا صور شغلي يا كابتن. انا بتاع كوره، فالسوشيال ميديا عندي بتتكلم عن شغلي. طب انا ارفع ايه؟ ما عنديش حاجه تانية ارفعها واتكلم عنها. انا ما عنديش صحاب يعني. انا ما عنديش حد بمشي معاه كل يوم وكده، انا طول الوقت قاعد بالتليفون يا اما قاعد مع والدتي. اللعيبه الكبيره في نادي الزمالك كان موقفها ايه؟ انا كنت مش ذكي شويه، فكنت واخد الموضوع. كان حصل معايا موقف في الامارات مع لعيب صاحبي، فانا اتعلمت من الموقف دوت. لما طلع الفريق الاول في الجزيره الاماراتي قعد يتصور مع كل اللعيبه ويهزر، الناس هناك ما بيحبوش الكلام ده. فانا كنت مفكر ان هنا كده، ان هنا تخش تقفل بقك وتخلص تمرينك وتروح. اللعيبه خدتها هنا ان انا كنت شايف نفسي ومتكبر والكلام دوت. كلامك على اللعيبه الكبيره في نادي الزمالك. أيوة، اللي بيحتووا لعيبه الشباب المفروض. ما حصلش معايا. كانوا شايفين ان انا راس براس. الواد ده شايف نفسه ومتعالي وسوشيال ميديا وضجه. وكان اشمعنى انت؟ مش عارف. انا دايما اسمع مثلا يقول لك والله عمر شيكابالا وعمر جابر وكابتن ابو حسين كمان كان مدير كوره، كل الناس دي، الناس دي ساعدت اللعيبه كلها. كنت لسه هقول لك انه دايما بيحتوي يعني كل اللعيبه. انا حتى على يدي على يدي. حتى يا كابتن ده في حاجه انا ايوه اشمعنى انت يا انا سيد كنت واقف مع عضو مجلس اداره الاستاذ محمد طارق. وانا بجيب الاستغناء. قال ما هو انت ما طلعتش الفريق الاول عشان انت بتجيب ناس تصورك وانت في التمرين مع الدرجه الاولى. قلت له انا ما طلعتش الدرجه الاولى اصلا. يا مستر جوميز شافني مره واحده يا استاذ كريم. قالوا لنا بعد ما مشينا فرقه 2003 الدوري اتلغى، قالوا تعالوا احنا عاملين تقسيمه لفرقه 2003 نص ونص مع بعض بعد شهر راحه. قالوا لي تعالى الراجل هيبص عليكم. قلت يا جماعه اللي انتوا عايزينه بتاخدوه، فمالوش علاقه التقسيم، انا مش رايح. قالوا لي يا عم تعالى ما فيش مشكله، مش هتخسر حاجه، وانت كده كده ما بتعرفش تقعد بتتمرن. رحت. الراجل اول ربع ساعه ناداني، قال لي انت مواليد كام؟ قلت له انا كذا. وبتلعب ايه؟ قال لي كنت ساعتها بلعب سرد باك. لان انا ما كانش في حد في السرد باكات، فلعبوا لي سرد باك في الماتش الودي. قالوا لي تمام، عملت تقسيمه مش طبيعيه. تمام. والراجل شكر فيها جامد. بعدها بيومين ثلاثه اربعه اتصلوا بيا. كنت انا بتمرن عندي في ملعب تراب في البلد، اتصلوا بيا قالوا لي انت عندك بكره تمرين مع الفريق الاول. حلو. عندك بكره ماتش ودي قصاد البنك الاهلي، ضد البنك الاهلي مع الفريق الاول. حلو. قلت يا مسهل الحال يا رب. يلا. كل ده كابتن رحت لعبت مع الدرجه الاولى، ده الفرصه الوحيده اللي خدتها في حضور مستر جوميز. ماشي. جيت من البلد ومن شهرين راحه والكلام ده ورحت كله. ورحت لعبت الزناري، اتساب اول خمس دقائق بالظبط. نزلت. نزلت مكان الزناري، لعبت حوالي 90 دقيقه يعتبر. وبلعب سيرد باك. ما شاء الله كابتن عملت ماتش كويس. يمكن انا السي في موجود، الملخص انا مبعت لي شوط واحد بس من الماتش دوت. في ملخص يا كابتن بعته للاعداد عند حضرتك، يا ريت تعرضه. للاسف مش جاهز وللاسف دلوقتي. بس انت بعد المباراه حصل ايه؟ ما رحتش يا كابتن التمرين مع رامي. لا، بعد المباراه جوزيه جوميز قال لك ايه؟ قال لي جود بلاير. يا كابتن اقول لك حاجه مهمه قوي، قالها لي مستر جوميز قبل ما يخش الماتش خالص. وهو داخل اوضه اللبس بيسلم علينا بيقول لي انت عملت السنه اللي فاتت مشكله مع الجزيري صح؟ قلت له مشكله مع الجزيري؟ قلت له لا، ده ما كانتش مشكله، ده كان التحام في الماتش. في التمرين، وهو اداني بالكوع في عيني. طب مين وصل له يا كابتن ان في مشكله؟ واشمعنى انا اللي اتقال للراجل ان في مشكله؟ ليه؟ فهمت. انا كابتن انا متحفظ في كلام كتير قوي. احتراما لجمهور نادي الزمالك، اللي انا عشان انا ما لعبتش كابتن في النادي في الدرجه الاولى، وفي ناس كتير ما اتفرجتش عليا، لكن فئه كبيره من جمهور الزمالك بيحترموني وبيحبوني قوي. ورغم ان انا ما عملتش باص واحد في الدوري الممتاز.